اليوم محظوظين جدا لان حصلنا فد تسجيل جديد ومهم من ناحيه التنوع الاحيائي بالعراق. واحد الصيادين قدر انه ينقذ او يعني ياسر جرو لكلب الماء العراقي املس الفراء اللي هو ماكسويل اوتر او قضاعه ماكسويل النادره بالعراق وبالشرق الاوسط ويجيبها من العماره الى حاليا الى بغداد. واحنا متوجهين ان شاء الله راح نشوف ونفحص هذا الجرو، وهذا يعتبر من التسجيلات النادره بل هو الاول تسجيل الاول المباشر لكلب الماء العراقي املس الفراء. هذا صادوه بهور العويزه بهور ام النعاج، وصادوه باصله الشبع هاي اللي نسميه الشقف. هو صغير ورا ما قصر وتعبه لزموه، فمن لزموه صدفه انا بالعماره قلت ابوي هذا يريده انا، وعندي نيه اذا كبر ارجع لهور. طبعا هذا هو التسجيل الثالث للعراق على هذا القرب، طبعا هذا النموذج الحي اللي مسافة قريبة جدا بيني وبينه، محظوظين جدا انه قريبين على هاي المسافة. التسجيل الاول كان بأدلت بال 2014، بال 2017 شهر رابع سجلت وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع منظمة المناخ الاخضر، صورت اول صورة فوتوغرافية له، وهذا هو التسجيل الفيديوي الاول من نوعه بهالمسافة القريبة جدا للضرب العراقي من السموث كوتد اوتر او الماكسويل اوتر. هذا الخروج راح يبيع الجينات الوراثيه الخاصه لماكسويل اوتر ووديها للتحليل في جامعه بيزا الايطاليه يشوف الخريطه الجينيه. الان عندنا مقارنه ما بين ماكسويل اوتر وبقيه الانواع من الاوترز الموجوده بالعالم.